مرحبا بكم مرة أخرى في استديوهات برنامج الماتينال. بحذايا ومشرفتني دكتورة ليلى الحمامي، خبيرة وطبيبة تجميل. مرحبا بك دكتورة. مرحبا. يعيشة. اليوم جبت لنا حاجة ياسر مزيانة وردوا لي كنا نلوجوا فيها كيفاش نجموا نكونوا مزيانين ومزيانات في الرأس العام. دونك نعطيك الكلمة مدام. دونك سي ان سوجي بيرتينون. الوضع فات فرض علينا على خاطر الريفيون قعدنا فيك لو كوفيد، اون فيتي لو ريفيون با. A priori, on va fêter le réveillon. Inch'Allah, ya Rabbi, mazit alina shay. Donc, ma qadnach fatra qsira, li bach yedirek rouhou, chnou bach yamel taw fima yخص التجميل, fima yخص طب التجميل, bien sûr. شنو هو يديرك روحه. دونك حبيت نعطي شويه نصايح خفيف شويه اللي فيها ال 20 25 يوم، الحاجات اللي تعطي ريزولتا رابيد وتعطي اون ترانسفورماسيون معناها مال محسوسه في 20 جور بيان سور. دونك نحب نعاود نفكر بالبروسيسوس بتاع الشيخوخه. الشيخوخه اللي هو يمس حاجات، ثلاثه حاجات اسونسييل في الوجه سورتو. دونك لوساتور نتاع الوجه تتبدل، العظام بيدها تتبدل، دونك عندنا المحجر يوسع، لي زاركاد سورسيليير يقدموا شويه، المونتون يهبط، هذاك العظام الكونتينيو سو ديفلوبي حتى واحنا كبار في العمر. ثاني حاجه عندنا لو غولاشمون موسكولير، داكور. ثالث حاجه عندنا لا غريس اللي تحت الجلده الفا فوندر مع العمر تذوب. ورابع حاجه هو الشيخوخه نتاع البشره. دونك لي كات اكس هذوما هما اللي باش يحدوا لا بريزون شارج اللي باش تكون اون اورجونس رابيد. دونك نبداو بالسوجي اللي هو يطول اكثر اللي هو لابو الجلده. شنو نجمو نعملوا؟ بيان سور احنا في العلاج الطبيعي نتاع البشره نعملوا برشا حاجات، لي درافاسيال والبي ار بي ولي ميزو. تو هذا الكل ياخذ وقت ويزمو حصص ويتخدم باركور. اللي نجمو نعملوه رابيدمون هو سكين بوستر. سي لي انجيكسيون دو سكين بوستر، اون انجيكسيون ماكسيموم نعاودو شي واحده اخرى دون 15 جور، اي لو ريزولتا إلي رابيد. هذه الحاجه الاولى. دونك بور لو سوان دو بو اللي هو عندها بور ديلاتي ولا عندها دي سيكاتريس داكني والكل، كيف كيف ماهوش تو باش نعملو لي لازير والكل، مي اون بو فير ان بيلينغ سوبرفيسيال مش بروفون، سوبرفيسيال كي فا روسيري لي بور temporairement. اللي هو وقته توا ديجا مادام وقته في الشتاء ريفيون ولا الشتاء وقته. وي مي بور لي بور دي كا معناها اللي فيهم دي بروبليم سيريو اون في دي بيلينغ مويان معناها عميقين شويه تو جوست حاجه تري سوبرفيسيال. دونك هذا فيما يخص لابو. الحاجه الاخرى لابو زاد فيها بعض التجاعيد الجويده اللي هي ماهيش ديناميك، اللي هي عندها اوفا ديناميك، عندها علاقه بالسوغير لي ريد اللي راهم لو بورتور دي زيو الجبين زاده. دونك لي ريد كيف كيف لو سكين بوستر يحسنها لي بتيت ريد، والا لي فيلور نعملوا لي رامبليسمون بار ان رامبليساج بار لي بتيت ريدول لهنا اللي ما يعملهمش البوتوكس، اللي البوتوكس كوميم يخليهم. دونك بور لو رولاشمون موسكولير، لو رولاشمون موسكولير اونيتمون اون 20 جور صعيب شويه، مي اون فا دير باش نخدموا لي ريد الحركيين اللي هما نتاع الجبين. دونك سي سا سي لا كور دو بوتوكس جبين بور تور دي زيو ان مونتون كيما نقولوا بروجيتي برشا القدام زاد اون بو لانجيكتي ان سورير جينجيفال زاد اون بو لانجيكتي. هذا الكل يدخل في لي سوان دو لا مسكولاتور دو لا فاس اي لو ريزولتا راهو في جمعه 10 ايام. هو الحاجه المزيانه اللي تحكي فيهم الدكتوره الكلهم تعملهم توا ميم با 5 جور ويبدا لي ريزولتا ويبدا الريزولتا اي تونجيبل اي ماكسيمال او بو دو 10 جور. صحيح. دونك البوان الاخر لو ثوازيام بوان اللي هو لوساتور دو فيزاج. ما نجموش نبدلوا عظام الوجه، هذه كان شي بالجراحه، مي اون بو روموديلي لو فيزاج بار لي فيلور. دونك كيف كيف اللي عنده البوميت طايحين باش يهزهم بالفيلور، اللي عنده لي طامب ويحب يهز الحاجب كيف كيف يهز لي طامب، اللي عنده ان فيزاج يظهر تاعب افيسي كيف كيف بلي فيلور، لو ريزولتا الي انستونتاني معناها من بيرو طبيب تخرج افيك لو ريزولتا وثم اون ستابيليزاسيون دو 10 جور. كيف كيف زاد اللي عنده هذايا طايح الواحد لو تكساس اكتويلمون ولا اون بو ريليفي اللي هو يتعمل بالفيلور. فما دوتر ميثود بور مانتينير لو فيزاج سي لا راديو فريكونس انتراديرميك. فما بعض الزملاء فما يلزمهم وفما بعض الزملاء عندهم منهم لاباري، مي كيف كيف راهو لو ريزولتا تعمل وتستنى شهرين وثلاثه. احنا نحكيو على اسباس نتاع 20 جور اللي عندنا باش نعملوه يلزم نعملوه. دونك سي لو روموديلاج سي لي فيلور، نعملو جوهنا بالفيلور البلايص اللي انت واش دوموند نتاعك وانت والبيدجي بيان سور وما ينصحك طبيبك نتاع التجميل. رابع حاجه اوبيليغ لو روغار
كيفاش اون امبيلي لو روغار بال اول حاجه عندنا بيان سور لو بوتوكس بور لي ريد البورتور دي زيو عندنا لو فيلور باش نقيموا الحاجب عندنا ايغالمون اللي عنده سيرن باش يعملوا اي لو كومبل راهو لو ريزولتا معناه بالوقت ويساميليور او بو دو كلكو جور اللي عنده بوبيير طومبونت سي با فريمون لو مومون بور لا فير في الكورونا خاطر في تو في لي فات داني فان داني على خاطر اون 20 جور واحد ينجم عنده شويه نفاخ شويه احمرار تخاف يقعد لك والا الريزولتا ما يكونش سوفيزون. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Femme, vous avez un les traces de l'adhérence. Les sillons nasogéniens, Edouma, kif kif. Edouma, le coup, l'utrol, le cinquième et dernier point, il y a embellir le sourire. Fait que tu coudes un tapsi mamziena. تبسيمة مزيانة ماهيش كان خدمة طبيب التجميل خدمة الدانتيست زادة مي احنا ديزون اللي انسان ما عندوش حتى ديفو مي عنده ان سوغيغ جانجيفال كيف يضحك لغبو يتعاد كيف كيف هذاك بالبوتوكس نعملوه والا نعبيه الشفة بالفيلور والا عنده النازوجينيان كيف كيف نحسنوه كيف كيف هذا يدخل معاه المونتون بروجتي ولا مال بروجتي ولا بيتي مونتون وذوكم الكل يتعاملوا بالفيلور. دونك جو بونس كو جي في لو بورتور نجمو نعملو رابيدمون ان 20 جور. اما السؤال هنا مدام يقول لك باهي انا عندي على الاقل ثلاثه اربع من الحاجات هذم نجم نمشي نعملهم في نهار في فرد وقت اي اون بو لي فير عاودي لهم الجمله نجم تعملها لكل فرد وقت تو ثم حاجه اون استيتيك اسمها فول فيس دايور لا جورني الاخرى نتاع التماس نتاع السوسيتي ديستيتيك نتاعنا مشكورين قاعدين يبذلوا في برشا مجهود عملوا عندنا دي بريزونطاسيون على الفول فيس سي فري كو سي امبرسيونون. C'est vrai que mais le résultat il est excellent. C'est budgétairement peut-être quelque chose, mais le résultat qui fera, oui, il est permanent. Le résultat, je de la monos ou autre, ça vaut le coup. ça vaut le coup. دكتور حمام من بكري انت قلت يلزمها بودجي المراه باش تطلع في 20 جور تعمل هذوما الكل، اما اللي نعرفه معك انت دكتوره فما تقسيط في الحكايه. افيك لي كليون ديما فما تعاملات وفما كيف يبدا مونتون كبير فول فيس فول فيس خاطر راهو ساشيف اي مكلف مي هوروزمون مكلف وما فيش دوموند كبيره جينيرالمون العباد تعمل بالمراحل وتمشي بشويه وثم بطبيعه تبدا كليونت بتاعي ما بطبيعه ثم تعاملات ما شنو توا باش نحكي في حاجه هكا شويه بيرسونيل انت توا طبيب التجميل في قليبيا في قليبيا اللي نعرفه اللي تسمى انت برسك وحدك غادي في قليبيا كطبيب التجميل ثم نساء قاعدين يجيو ونحب نعرف نتهنى على بنات بلادي قاعدين يمشيو والا لا وي والله وي قليبيا بلاد شاطئيه الناس تحب الجمال ويحبوا الخروج ويحبوا البحر ويحبوا الشيخات ويحبوا الحياه وي هذوك ما يحبوا الحياه ما تفهمين فيها 100% اما يحبوا يعملوا بوتوكس وفيلر يخافوا شويه باللي تفسر لهم المعلومات يخافوا فما زاد اون بسيكولوجي بارتيكولييغ في الكبار شويه اللي ما فوق ال 50 ال فيف سا دون لا هونت تحسها كاني ال روكوني اللي هي كبرت تقول لك الواه هذا اخي كبرت يا اخي انا عندك الحاجه لو ريفلكس فيمينان سي نورمال اما مي وي دو بلوز ان بلوس سورتو شي لي جون وي دو بلوز ان بلوس وفي افيك كاكاو ماهمش غراف دي زاكت ماهمش غراف سي دي زاكت في وقتهم بيان سور اذا كان تمشي للطبيب كما دكتوره ليلى حمامي لازم الطبيب يعرف وين انجكتي وين يزرق وين يعمل معناتها اللي تخاص نتاعو وكل شيء هذا منصوح به خاطر ساعات مدام فما دي سونتر حتى نتاع حجامه ولا حجامات ولا غيره ساعات يعمل احنا عندنا المشكل هذا وي لو جو سوي وي عندنا حجامات معناها فوالا ال بريتوند اللي هما حتى طب انا وحده ديرنييرمون في اللايف دكتوره يعيطوا لها دكتوره وشو باش تعمل دكتوره ولا تنكي سي غراف وي 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 بون على خاطر تبان على خاطر اللي صايره تو يا لطيف خاطر اقل اكت تنجم تمس ميسكل ولا تمس عصب ولا حاجه تمس ان فيسو راهو تنجم البارتي الكل توقف عليها السيركيلاسيون ان بوتوكس ما وصلوش البوتوكس اما بي ار بي اللي هو يظهر انودان بور لي جون اللي هو حتى شيء سي دو سان معناها اون انفكسيون اميكوباكتيريوم تقعد ست شهور تاخذ في انتي توبركولو افيك اون سيكاتريس خايبه هكا ربي يدي عادي راهو عادي الخدمه باش نجمد راسي نبكى منها بربي يدي
انا دايوغ حبيت نحط اون بلانش فيها لا فاسكولاريزاسيون دو فيزاج مي بون قلت لي باش يخزر هذه باش يتوجع منها سي با لا بين مي تيلمون دو فيسو في الوجه faut être vraiment vraiment prudent لازم الطبيب اللي يعملها كيما الدكتوره ليلى الحمامي اللي انا ما تشرفني اللي انت بحذانا مدام انتي من الطبيب هكا ولا عندهم نقولوها دونك بالحق ماذا بينا يجيونا ديما يجيونا الطب اللي في تونس دونك خاطر اقرب اقرب ماذا بينا الطب اللي في تونس الكل في الجمهوريه التونسيه الكل مرحبا بكم اتصلوا بنا مرحبا بكم في برنامج الماتينال راهو ساعات يغيبوا علينا اسماء ساعات نستبعدوا احنا نقول لك باش يجينا من قليبيا مثلا يجينا من مدنين جينا من جربة إيفا إذا كانت نجم تجي مرحبا وتشرفنا في برنامج الماتينال كما شرفتنا دكتورة ليلى الحمامي شرفت معرفتك أنا إن شاء الله تكون خفيف الظل على المشاهدين نتاعك الله بارك الله فيك ميرسي بوكو دكتورة ليلى الحمامي دونك الأدريس نتاعها هي في قليبيا للناس اللي تحب تمشي تتجمل قبل الريفيون أو كما قالت لنا الحاجة المزيانة علاش خش نعمل في بيبليسيتي أما على خاطر ماشي بيبليسيتي إذا كانت تحكي لي تقسيط ورا نشجع على باش نمشي نتجملوا بالتقسيط يعطيك الصحة دكتورة نمشي بعد لشيف مرحبا فاطمة مكملين مشوارنا شيف فتحية تستنى فينا بعد ما حضرنا البات نتاع البسكيو وحضرنا الفخص نتاعو توا جاء الوقت نتاع الفاسوناج جاء الوقت نتاع الفاسوناج اللي هو سهل على الاخر نجي هنايا نحل الورقه نتاعي قد التابي هي قد التابي على خاطر هي معناها العلو نتاعها حاجتي بها كيكا نجموا نستعملوا فيها رولو هذايا اللي انا خذيته من عند سيخ والا رولو الغرادوي كيما اللي تعرفوه هذاك اللي فيه لي ديسك اللي نقص ونزيد اذا كان نحب العلو نحكم فيه انا 2 مليمتر والا 6 مليمتر والا 4 مليمتر هذاك يقعد لكم ليكم انتم الاختيار بنه رولو تحبوا تحلوا. سيار نلقاو عندهم للوج عليه الكل سياغ موجوده في المنزه واحد مقابل المسبح والا نجموا نمشيو البيربو الحمامات طريق بيربو رقبه كيلومتر واحد غاديكا تلقاو الشوروم الكبير نتاع سيار اللي تلقاو فيه المعدات الكل تلوج عليها في الشو في الفخوا للباتيسري للبولونجري للكويزين للي ريستورون لي زوتيل هما على ذمتكم يوفروا لكم زاده فريق مختص ينصحكم كيفاش باقل الاثمان تنجم تاثث وتنجم تعمل بلان داميناجمون صحيح فونكسيونيل في وسط ليتابليسمون نتاعك اللي يحب يتواصل معاهم يدخل على الدو باج نتاعهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام يكتب سيار يلقى ارقام الهاتف نتاعهم يطلبهم ويطلب منهم لي سيرفيس نتاعهم الكل وعندهم سيرفيس ابخي فونت طياره برشا علاش احنا عندنا ثقه فيهم جربناهم وتعاملنا معاهم ولقينا كان ليرضينا مع سيار بالك مطمئن دونك باش نرجعوا للشيف فتحيه ونكملوا معاها ونحب نشكر سيار اللي بالحق سهلوا على فتحيه برشا برشا خدمه في الباتيسكي خاصه بالليزيستونسيل الصغار. ما تتصورش قداش لي تابي هذوما والحاجات الصغار هذوما يسهلوا لي خدمتي سورتو لي تابي هذي اللي نخدم عليها اولا فيها دي مزور نجم نقيس عليها نجم نخدم عليها نجم نستعملها في الكويسون جوستومون. تمشي من الميكرو نلقاو سي البات وسي البان هذوما زوز نلقاوهم كلهم يتخدموا حاجه هايله ياسر انا نفرش هذايا بالكدا بالكدا نوصل حتى الاحراف مليح مليح هذوك حاجتي بهم باش يكونوا كاملين الا الحرف القدامي ما نوصلوش على الاخر على خاطر في الثانيه هو اللي باش يسكر لي الورقه الوغ نجي نعمل ثانيه نتاع 3 سنتي كيما تراو فيها هكا ننزل عليها شويه انا فارينا ما حطيتش تحتها خاطر عندي التابي وما تلصقش دوبلش جي فاريني معناها فلوغي بالفارينا هكا دوبلش الوغ هذايا نجي كل ثانيه ننزل عليها مليح ونجي ونزيد نثني الفاكهه تقعد في وسطها كيما تراو فيها واللي يتيح على جنب هذاك اللمو نحطو في وسطها ونجي نعاود نسكر لها فمها شويه ونعاود نثني حتى لين نسكرها كومبليتمون ومن بعد شنو باش نعمل؟ نجي ناخو القصاصه بتاعي هذه معناها الخشن انا نتحكم فيها راهو قد ما ننزل هكا جابلاتي قد ما يلصق فيه الخليط نتاعو ونزيد ننزل مليح والطول نتحكم فيه بيديا والا نعملوه هكا ننظموه بالكورنو وهو يتنظم نجي ونقص هكايا ابراج ابراج ويدخل الكوشه سخانتها 180 درجه ويتيب ونرجعوا مع بعضنا. يعطيك الصحه مشكوره الشيف فتحيه مشاهدينا انا معاكم باش نحضر الصحن التونسي كيف ما قلت لكم تبدا عندي شوي سلطه مشويه شوي حوريه حاضرين هذوما امورهم واضحه الكل نعرف باش نعملوا الحوريه باللي اونتر بارونتيز ثم اللي فوحها بالكرويه جربوا فوحوها بالكمون قارص زيت زيتونه هريسه عربي ثوم
شويه ملح شويه فلفل اكحل تجي بنينه بالكدا بالكدا، واكيد باش تعجبكم. انا الحقيقه نفورها ما نصمتهاش الحوريه، نحطها في كاسكاس تتفور، من بعد نكرزيها وهي سخونه بفرقيطه نخليها حرشه ما نحياش بالماكينه، جربوها باش تعجبكم. القارص ينقص لكم من السكر زايد نتاع اسفل الناريه. هذه الحوريه نتاعنا حاضره، باش ناخذ منها مغيرفه باش نحطها في القاع نتاع الطبق، باش ناخذ مغيرفه مشويه كنا نعرفوا نعملوا المشويه في ديارنا هكا. هذوما باش ناخذ عليهم عظيمه كيما عملناها اللبلابي المره فاتت مع بعضنا، قلت لكم العظمه تحطوها في الكاسخول وتتسخنوا لها الماء سخون يغلي، صبوا عليها تحسبوا 5 دقائق وتخرجوها من الماء هذيك. هذه العظيمه نتاعنا حاضره، امورها واضحه. شوفوا عظيمه انت كيف ما احنا نحبوها في الصحن التونسي. باش نحط معاهم سلطه تونسيه، حضرت شويه سلطه تونسيه، تفوحوها بشويه نعناع شويه قارص شويه ملح تجي فاوحه بالكدا بالكدا، زيت الزيتون اكيد يفوحها. نحط سلطه تونسيه نتاعي على الداير هكا، وهوني عندنا بطاطا باش نعملوا بطاطا مصموطه بيان سور، نعملوا منها الحكار اللي احنا نحبوه. نحط معاهم كبار وزيتون نخليهم نزين بهم بعد. عندي هوني شويه ترشي، دونك شوفوا ترشي كيفاش لونه مزيان، هذايا من الترشي اللي عملناه المره الاخرى، ديما نستحفظ به في دبوزه في الفريجدير ما جرى له حتى شيء الترشي من المصبرات، بالعكس اش ما يزيدش ما يطيب واش ما الفاح نتاعه يكون خير. هذا الترشي نتاعنا اموره مريقله. عندنا هوني التون من عند البدر، دونك هنا تون في الصحن التونسي لازم يتخدم هكا باليد الحقيقه، كيف ما نعرفوا لازم يتريش شويه شويه بيدينا. نعملوا له هريسه سيكا نحلوها بشويه زيت وشويه ماء، وناخذ منها طريف هكا على الوجه نتاع هالمكونات الكل. نزيد طريف تن اخر هوني، وتوا نحط شويه كبار شويه زيتون شويه بيمونت كايان يفوحوا بالكدا بالكدا، يزين لنا الصحن نتاعنا هكا. فلفل لونه مزيان، نجمو نعملوا فلفل مصير زاده، كعيبات زيتون كيف ما قلت، نزينوا بهم الصحن التونسي نتاعنا هذايا، وامورنا مريقله. في الاخر شنو تبقى؟ تبقى كذريبه الزيت زيتونه. احنا هنا عندنا تن البدر، الزيت نتاعو اكسترا فييرج، هو اللي باش يزيد يعطينا نكهه ولمعه للصحن نتاعنا ولا اروع. هذا صحن تونسي نودوكم به مشاهدينا مع الكسكسي اللي قاعد يطيب. احنا توا ما بين التفيره تفيره باش ناخذوا شويه مرقه ونعاودوا نبسوا بها الكسكسي نتاعنا، اخترناه كسكسي جيد من عند ورده. خلينا بحث فاطمه بعد شويه تجيو كوجينتنا. يعطيكم الصحه للشيف، احنا تويك من تجميل الوجه وغيره باش نمشيو لتجميل البدن، والناس اللي تحب تعمل زاده دي ريزولتا سهلين وفي صافي ساعه باش تضعف قبل الريفيون. ما عليك ان تتابع برنامج المدينه، وخاصه ضيفتي ميسه الضيفاوي اللي هي صاحبه مركز ايف اند سبا. مرحبا بك ميسه. عايشك فاطمه، الحمد لله صافا تري بيان. ضعفت يا ميسه، قش عليك عندك سونتر نتاع ايف اند سبا، قش عليك مشيت لايف سبا يريد. دونك قل كيفاش المرأة تنجم تضعف في سافيسا باش تمشي للسونتر ولا غيره؟ وكيفاش تشجع ساعات نقولوا كيفاش تشجع؟ شوف فاطمه، والله ما نجمو نضعفوا الا ما نحطوا قدامنا دي زوبجيكتيف. صحيح. ولي زوبجيكتيف لازمهم يكونوا رياليزابل. مش تكون عندك 20 ولا 30 كيلو زايدين وتمشي تقول انا تيان في الجمعه هذيا لازمني نطيحهم ولازمني نضعفهم. لا، سا بخون دو تون ولازمك ريتم معين باش تمشي به. فوالا. دونك كيفاش مثلا نعرفش اذا كان المراه قداش لازمها تكون توزن باش تنجم تمشي للسونتر مثلا كيما السونتر نتاعكم باش تلقى الريزلتا اللي حاجتها به؟ والله اسمعني، الميزان من كيما تنجم توزن معناتها زايده بلوتو، انت قصدك كيما تنجم زايده 20 كيلو، كيما تنجم زايده 10 كيلو، كيما تنجم زايده 2 كيلو، كيما تنجم ما تكونش زايده جمله، اما تحب غموض لاج دو كور. اما الوقت هو اللي يتطلب معناتها انك انها نحن نقولوا لها في قداش من مده باش توصل للريزلتا اللي هي تحب عليها.
باش المرأة تتشجع وتجي للسونتر نتاعكم وتبدا تنقص، خاطر تعرف احنا كي نقولوا باش نمشي نضعاف مش برشا يصدقوا، يقول لك والله شو باش تعمل شويه ديزاباغاي ولا تقول لي اعمل كذا ويقول لي دي سيونس باش نبخل وغيره. اما معاكم انتم لا، خاطر انتم بيان ايكيبي، معاكم عندكم ماتريال معناتها نوفيل تكنولوجي، عندكم حتى نوتريسيونيست معاكم هكا ولا ماسا؟ اي السونتر نتاعنا بيان ايكيبي فاتوما، في لي زاباغاي نوفيل تكنولوجي كيما الكريوليبوليس كيما ليبوكافيتاسيون كيما الراديو فريكونس. بعد ما نضعفوا من الخلايا واش نبدا نغلاشي يبدا مكبوس او ميم طون اللي هو في الريجيم اليمونتير جينيرالمون، كي تضعف تحس البوتوا اللي غلاشي وتحس المراه ميم تتقلق تضعف من وجهها تترهل. هوني معنا نحنا لا اون باراليل كيما نضعفوا بلي زاباري نوفيل تكنولوجي اللي هما سبيسيالمون للتضعيف، كيما او ميم طون نكبسوه نبدا وي. ونقول احنا الريزلتا وقتاش نجم نلقى؟ قلت لي خمسه سادس سيونس. فما نساء اللي يقعدوا معناتها تلقى ريزلتا وتقعد وتشد صحيح في لي سيونس وغيره؟ فما دي فام كومبليتمون ترانسفورمي ونقصوا دي بليزيور دوتاي معانا مخرجين دي ريزلتا فريمون توب افيك لي زاباري كيما قلت لك بلي مساج اماسي سوندرينون بالتكنيك نتاعنا اللي نحنا نتميزوا بها هي البومبو مساج. فريمون تخرج بريزولتا ياسر تحفونه وياسر الريزولتا اللي هي كانت تحلم بها. هي البرشا. ولي سيونس هذوما يتكلفوا ولا ما يتكلفوش؟ شوف فاتوما والله سا ديبون، اما نحن ديما نعملوا دي فورفي تحفونين برشا معناتها في المتناول، في المتناول المواطن العادي معناتها. هما لي زاباغي صحيح غاليين برشا، اما نحن نحاولوا لو ماكسيموم ان نراعيو ظروف العباد سيغتو معناتها في بعد الكوفيد. بعد الكوفيد وكيما نقولوا جيب التونسي تماسك كمان. صحيح صحيح وي. الناس ساعات فما عباد تحل دي سونتر ميسا يحلوه ويخدموا اللي يجي يخدم في السونتر معاك انت، هذول انت صحيبه في في الحكايه هذه، مش اي حد ينجم يخدم معناتها في سونتر نتاع ايف سبا. شوف فاطمة أنا كما نقول فين نختارهم كعبة كعبة ونزيد نعملهم فورماسيون معناتها من عندي أنا، تعرف اللي أنا الفورماسيون نتاعي عملتها في فرنسا. ما نختارش اللي يجي ما يدخلش يخدم معايا نامبورت كي، مخدمة دي ثيرابيوت معانا دي سبيسياليست ديجا معناتها كي تجي تعمل مساج عنا تفهم شنو معناتها، تفهم لو ريتم دو مساج لو ريتم دو نتاع الخدمة نتاعنا. دونك فوالا نكون انا شويه اكزيجونت مع البنات حتى في المظهر. صحيح في المظهر في الدبلوم نتاعهم ونبهت ساعات يجوني معناتها حتى من عند دي ميدسان، معناتها بنات ما عند دي ميدسان يحبوني نعمل لهم فورماسيون وهما مي با يفهموا في الدومين حاجه. فهمت؟ اما معك انت في السونتر معناتها كلهم ناس دي برو عباد عارفين باش قاعدين يعملوا. البنات كلهم دي بروفيسيونيل، كلهم دي ثيرابيوت، كلهم دي كيني، فوالا ايكيب بروفيسيونيل. لاباغي ممكن اللي باش يستعملها المراه هذه غير المراه هذه ولا الكلهم يتعداوا على ليزاباغي الكل؟ لا لا فاتوما كل وحده والمورفولوجي نتاع بدنها. انا نختار انا بعد الدياغنوستيك نقول شنو هما لاباغي اللي تمشي معاها، فما اللي تلقى عندها روتونسيون دو، فما اللي تلقى عندها غريس، فما اللي تلقى عندها سيلوليت وبو دورونج. انا وقتا نأطرها ونقولها شنو بالضبط شنو ما لاباغي اللي تمشي معاها واللي تمشي مع بدنها. قلت لي معاكم نوتريسيونيست، نوتريسيونيست تمشي اون باراليل مع لي زاباغي والمساج اللي يصير، والا تخدم نوتريسيونيست تعطي تنقص شويه في الوزن اللي حاجتكم بيه وبعد الترهل تخدموا عليه انتوما اون باراليل فاتوما تولي تبدا نقصه في الريجيم نتاع سا ديبون. اذا وصلت لستاد دوبيزيتي وقتها نقولوا نعملوا ان ريجيم اليمونتير تنحي ياك 20 كيلو 30 كيلو اللي باش تنحيهم وبعديك نتلجوا. اما اللي عندها دي كيلو هكا زايدين خفاف تولي تعمل ان ريجيم اليمونتير مش سيفير زاد، راني عمري ما نعطي ريجيم اليمونتير سيفير سيرتو ما نحبوهاش نحن الكلمه هذيا، جوست ايجين دو في تنظم ماكلتك حتى بعد ما تكمل لي سوا نتاعك تقعد ماشيه في لو ميم ريتم ويعجبها. دونك اون باراليل نعملوا لو مساج اماسي سوندرينون ونعملوا ليجين دو في نتاعنا ونخدموا بليزاباغياج نوفيل تكنولوجي اللي حكينا عليهم. فهمت هكاك تخلط رابيدمون الريزولتا اللي هي تحب عليها. فهمتك. باهي دي فوا فما نساء اللي ممكن عنده مشاكل صحيه مثلا المراه اللي والده جديده والا والده سيزاريان والا اللي عندهم فليبيت ولا غيره، يذولي عندكم زاد انكيت معناتها ميديكال قبل حتى الانكيت على هو سمين ولا مش سمين ولا كيفاش الحياه نتاعو؟
جينيرالمون انت كي نعملها دياغنوستيك نسالها شنو لي بروبليم اللي عندها، كي نقولوا نحن سيزارين ابارتيغ دو سي موا باش نجم تعمل لي مساج نتاعها وتعمل لي زاباري، كي نقولوا ديابيتيك كيف كيف عندها ريتم معين، كي نقولوا معناتها عندها ان بروبليم اخر في بدنها، وانا وقتها نقرر اسكو هي تنجم تعمل والا اسكو تتطلب معناتها ديزاناليز وبيان لا. هذا اللي حبيت نوصل بيه على خاطر ميسا ماهيش جوست هكا تجي تعمل لي زاباغي نتاعك تعمل الريجيم نتاعك وكا ولا تعمل بالحق. نقول انا ميسا صعيبه راهي صعيبه في الحكايه هذه، اما الخاطر تلقى من بعد ريزولتا مهمه برشا. كيف تمشي وتتعامل مع ميسا تشوف اللي هي مراه سيريوز على الاخر وما تخدمش على خاطر الفلوس، هذا بالعقل ما نقوله معناها، على خاطر تخدم ديما الريبيتاسيون نتاع السونتر نتاعها اللي هو ايف سبا. برشا ناس يشكروا في السونتر نتاعك ميسا، هذاك علاش انت بحذانا اليوم في برنامج الماتي باش نوصلوا المعلومه هذه زاد للنساء التوانسه. برشا زاد بعثوني يقول لك لي سونتر هذوما كيما سونتر اف سبا، هل جوست نساء بركة ولا تنجموا نساء ورجال بلي رونديفو وكل شيء؟ لا لا احنا اونيكوم بور لي فام، ديجا هذاك الباز نتاعي معناتها كان نساء كهو. مرحبا بكم. هذاك علاش اسمها ايف؟ هذاك علاش اسمها ايف صحيح. انا من الاولى البرانسيب نتاعي من اول ما حليت، عندنا توا 11 ans حالين راه. اي من كملت قرايتي ديريكتومون حليت السونتر نتاعي، دونك عندنا دو سونتر كيما تعرف انت فاتومه، عندنا سونتر في حي الواحات العوينه وعندنا في طريق المرسى في عين زغوان. باهي برشا. وكي نقولوا سبا احنا اليوم مش نحكيو كان امانسيسمون كيما حكينا، كي نقولوا سبا انتم تعملوا لي مساج اللي مش كان الامانسيسمون والا لا؟ انا ان فيت جو سوي سبيسياليست ان روموديلاج كور اي فيزاج. الفيزاج نحكيو عليها في نهار اخر ان شاء الله. ونو سوم دي سبيسياليست دي كور، كي نقولوا كور نقولوا ريلاكساسيون، نقولوا اماسيسمون، نقولوا روتونسيون دو، نقولوا جامب لورد، نقولوا ريفلكسولوجي بلانتير، نقولوا عندنا دي بليزيور مانوفر دي بليزيور ميثود نخدموا بهم فاتومه. باهي برشا، ان شاء الله كل مره تجي بحذانا ميسا ونحكيو على حكايه، خاطر هي مو سونتر نتاع باش نضعفوا بركه زيد، حتى الناس اللي عندهم مشاكل صحيه ينجموا يلقاو الحل معاك ميسا الضيفاوي اللي هي صاحبه سونتر ايف سبا، نلقاو في حي الواحات زيد في طريق المرسى. ميرسي ميسا مره اخرى. ميرسي بوكو فاتومه على استضافتك. الناس تحب تتصل بكم ما نعرفش اسكو يتصلوا على الباج فيسبوك نتاعكم، عندكم انستغرام شنو فما بالضبط؟ على الباج فيسبوك نتاعنا وعندنا الانستغرام ايف ليدي سبا، وباج فيسبوك زاد كيف كيف ايف ليدي سبا، والنمرو نتاعنا 28 817 469. ميرسي بوكو ميسا، يعطيك الصحة. ميرسي. نمشيو بحذا لشيف. رجعنا فاطمة لكوشينتنا مكملين مشوارنا مع بعضنا. الشيف فتحية بعد ما طيبنا البسكوي عندها ايتاب أخرى باش تقول لكم عليه. ألوغ أنا هنية نجي عندي معجون سيكام اللي بالمشماش، نحط شويه في الصحفه كيما تراو فيها هكا، فما ايتاب خاطر لازمه، والعباد ديما تقول كيفاش يجي هكاكا واحنا ما نعرفوش نقدوه. الوغ هنايا بالطبيعه الطبق نتاعنا سخون ياسر، ما نجمش نمس الطبق ياسر، نجي ندهن وجه البسكوي الكل، هذايا كي ندهنه هكايا وهو سخون باش نرجعوا للكوشه باش يشيحك المعجون باش يولي فيه معناها لمعة من غير ما تمسوا المعجون يلصق فيكم، يلزم يعمل مشية ورجعة للكوشة معناها رجعوا يسخن المعجون متاعو. أنا نشوفه بدا كيما يغلي مش يغلي كومبليتمون باش يشيح، وأنا نخرجه نحطه يبرد يولي حتى كي نمسوا المعجون فوق منه ما يلصقش في الصوابع، يولي فوقه ميغواخ فهمت، من غير ما يلصق فينا. الوغ هنايا نجي ندهنوا بالكدا معجون مشمش سيكام، نجموا تحطوا له مشمش والا الكرموس يجي بنين ياسر معاه، حاجه بنينه برشا معجون الكرموس من اعز ما تذوقوا في معناها في القام هذيا، ولا السفرجل زاده بنين ما في حاجات هذوما نجموش ندهنوا بالسفرجل على خاطره شويه كومباكت. أكثر حاجة نصح تدهنوا بها الكرموس وإلا المشمش، هذا يمشي للكوشة نفس السخانة، سخانتها نطيحها شوية، أنا طيبته في 170، نطيح السخانة 150، يعمل دخلة وخارجة ونشوفوه كيفاش وفاق. يعطيك الصحة شيف فتحية، راجعين مع بعضنا. بالنسبة لي أنا الكسكسي ديجا يفور، توا التفويرة الثانية حطينا له شوية مرقة باش تبسس الكسكسي نتاعنا وهكا تتحل الكعبة خير، دونك خليناه يطيب. احنا الكسكسي نتاعنا كسكسي
ورده، الكسكسي جيد، نجم نستعمل كسكسي متوسط زاد يعطي حاجه ممتازه. الكسكسي الاسمر زاد بالقرنين تجي بنين بالحق، جربوه ورده، تحط على ذمتكم جام كبيره من لي بات ومن لي معناها الكسكس بانواعها. دونك انا الحقيقه حاجات ممتازه نلقاها ديما مع ورده، ونلقى كان مفاجاه لحلوه. هوني مشاهدينا انا صحن تونسي نتاعي حضر، عندي انغريديون سوربريز اللي هو هالانغريديون المزيان هذايا، الفخوماج من عند مرياح، الفخوماج كومبانيا دونك من عند مرياح، اللي بالمعدنوس باش نعملوه بطريقه بسيطه باش يتقص. عندنا هنا صويبعات هاكا اللون الاخضر اعرفوه، هذاك فخوماج كومبانيا مفوح حاضر باش في وسط المعدنوس نتاعو، اموره واضحه. نجي نقصه طريفات ولا دي سيغمون كيف ما تحبوا انتوما، مكعبات باش تكملوا تزينوا به صحن تونسي يعطيه نكهه بنينه برشا. دونك هنا ناخذ دي كوب نتاع فخوماج ونحطهم على الوجه نتاع الصحيان التونسي. نعرفوا لي فخوماج اللي قدموهم من عند مرياح دي فخوماج كلهم 100% حليب ومحفوظين بطريقه تقليديه من غير حتى مواد مضافه. نعرفوا زاد اللي لابو نتاعهم مراقبين ومشدين الرقابه الصحيه عليهم، ديما نظاف، ديما حاجه صحيه توصل لكم ليكم، حاجه امنه ليكم ولصغيراتكم. دونك هذايا لو فخوماج البنين اللي كملنا زينا به الصحن التونسي نتاعنا اليوم. صحن هذايا صحن تونسي مدلل، ها برجوازي اليوم اكيد في الشيخات الكل، دونك اكيد باش يعجبكم، حويجه في مقدوركم. صحه وفرحه لكم مشاهدينا، بعد شويه نتقابلوا على طاوله الماتينال، نمشيو لفاطمه السويت. يعطيكم الصحه اللي شايف، خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. عارف اوتيل ياسر مزيان، سورتو الماكله، سورتو الماكله ياسر بنينه. هاي والله في مين دينار. ها كام؟ سامحني خويا، تحكي على الاوتيل هذا؟ اي انا ريزيرفيت ب 100 دينار. 100 دينار؟ وانا كيفاش ب 105000؟ كيفاش عملت؟ يا اخي ما تعرفوش لي برتا فواياج احسن سوم وافضل سيرفيس. كي تقول اوتيل افضل الاسعار تقول libertavoyage.com. بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها. ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الأسعار من جديد. للمزيد من المعلومات libertavoyage.com أو الاتصال على 71 90 56 56. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية. خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين.
وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معونا كله ما يرسقش، فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق يكون باقي العائلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS الدليل مازال باتري إينوكس كوليكسيون 32 بيس أو إم إس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور. إم إس كوزيني أوترومون.